معنا مشاهدينا هاتفيا من اسطنبول السيد محمد مكرم المتخصص في الشؤون الآسيوية. مرحبا بك استاذ محمد. إذا اسقاط طائرات وغارات متبادلة بين الهند وباكستان، كيف تقرأ هذا المشهد؟ مساء الخير. طبعا المشهد ليس معزولا عن الإطار الذي يحدث فيه، وهو على الجانب الهندي هناك انتخابات توشك أن تبدأ، ربما يتم الإعلان عنها في بداية الشهر القادم. الجانب الباكستاني هناك رئيس وزراء عموما يتفق بقلة الخبرة ويريد أن يكتسب مشروعية من جهة ما، وعموما باكستان تتصف بأنها دولة العسكر أو دولة الجيش، فعمليا هذه فرصة لكلا الجانبين كي يكتسب مزيدا من الشعبية والجمهور. وبناء على ذلك فإن هذه الحملة لن تتوقف حتى تبلغ أهدافها إلا إذا حصل هناك انعكاسات سلبية على الجانبين، عندها ممكن أن يتم الجلوس والحديث عن نوع من أنواع التصالح. يعني مع تصاعد هذا التوتر، هل تتوقع أن البلدين قد يذهبان إلى مواجهة ولو محدودة، مواجهة عسكرية؟ مواجهة محدودة هذا أمر ممكن جدا، ولكنه لن يطول تقديري. أما مواجهة مفتوحة أو حتى البعض يطرح فكرة حرب نووية فهذا أمر مستبعد جدا. أنا أتصور أنه هناك قوى دولية معنية جدا بإنهاء الصراع في مراحل مبكرة، كما أن الصراع لن يكون في مصلحة أي من البلدين، سواء الهند التي تطمح لأن تلعب دورا عالميا، وستكون الحرب معوقا أساسيا أمام هذا الطموح، أو باكستان التي تعاني من مشاكل مالية مزمنة. فأعتقد أنه الأمر لن يطول كثيرا. لذلك إسلام أباد دعت إلى الحوار، كيف تقيم هذه الخطوة؟ من المتوقع أن تلقى استجابة من الهند؟ حتى الهند نفسها هي أعلنت أنها لا تريد أن تصعد، وأنها تريد أن تضبط النفس وتحل المشكلة بأسلوب يعني غير عنيف. إذا فكرة الدعوة إلى الحوار وحل المشاكل بأساليب غير عنيفة هي تأتي من جميع الأطراف، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا الحادث رغم إدانة جميع الأطراف بما في ذلك باكستان له، هل هذا الحادث سينتهي سريعا بمجرد أن يقرر أحد الطرفين ذلك؟ أنا أتصور أنه يجب أن يأخذ مدى، وإلا إذا حصل هناك انعكاسات سلبية أصبح الاستثمار فيه غير ممكن. لذلك يعني دول العالم حست بهذا الخطر، تركيا مثلا أعلن استعدادها للوساطة، كذلك واشنطن دعت إلى ضبط النفس. ما تأثير ذلك في هذه الأزمة، هذه التداعيات الدولية؟ أنا أتصور أنه الدول الكبرى مدركة لما يحدث على الأرض، لا تريد أن تنزلق الأمور باتجاه مواجهة مفتوحة بكل تأكيد. بالنسبة للطرف التركي، قدرته على التأثير في الوضع الحالي محدود للغاية، بسبب أنه تركيا محسوبة على باكستان بشكل واضح، فقدرتها على أن تلعب وسيطا في هذا الإطار أعتقد أنه محدود للغاية. الطرف الأمريكي معني جدا أن لا يحصل هناك مواجهة بسبب قرب الصين من باكستان، ويريد أن يستخدم الهند في أي مواجهة محتملة مع الصين، ولذلك هو معني ببقاء الهند في حالة قوة وأن لا يستمرها أيضا المواجهة مع باكستان. نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمد مكرم، متخصص في الشؤون الآسيوية.